الشاهد، سلسلة لقاءات مع شخصيات سياسية وطنية حول مسار حياتهم بارتباط مع واقع المغرب الحديث. طبعاً كنا نقول بأن المسلسل لن يكون خطياً ولن يكون بسيطاً ولن يكون مفروشاً بالورود، ولكن كي دخلوني للحبس قامت مظاهرة وضجة كبيرة، لا من المهاجرين ولا من السكان. بلاد المغرب ماشي بلاد عاد تقلقات ولا شي حاجة، راه عندها 1300 عام. الإخوان الوطنيين كيعتبروا أن الاتصال بمحمد الخامس وأن تهيئ العمل معه هو مسألة أساسية. فلا نريد أن نثقل ذاكرة الشباب بالتاريخ بقدر ما نريد أن نوظف تجربتنا لخدمة شباب هذه الأمة. موعدكم مع الشاهد كل يوم خميس مساء على الأولى.